بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ركن هنا 2 متر ومترين ونص، عم سيكون شغلها لنا وهيظبطها لنا، شدلنا اسمك الازرق اهو، حاجه محترمه يعني ما شاء الله. ورينا الحلاوه بتاعتك عم سعيد. ايه يا ريس؟ اي نو. شايفين الشغل بتاع عم سعيد؟ اخر حلاوه. عايزين نشوف الشغل ده في الاخر بقى بيلقلق ان شاء الله. الله ينور عليك. عشان الناس تعرف شغلك عم سعيد. ربنا يا رب. شايفين الخشب الزان يا رجاله؟ شايفين التخانات يا عم سعيد؟ محدش يعمل شغل النجاره ده بالذات. عايزين الزبائن تتبسط مننا يا عم سعيد. طبعا. الله ينور عليك. شايفين التظبيط يا رجاله؟ في النص بالظبط، وبيظبط الاستك بتاعه عشان تتعلموا وتشتغلوا من الجديد، واحنا نقعد نتفرج عليكم. عندنا هنا اخر حته في القعده هنخلصها ونشتغل في الظهر ان شاء الله. الله ينور عليك عم سعيد. اخر استك في القعده ما شاء الله ما شاء الله، شغل استاذه. بعد ما شدينا الاستيك يا رجاله وحطينا الدمور حطينا الفايبر اهو، بصوا عم سعيد مروق لكم الشغل اهو. الله ينور عم سعيد. والدراعات بصوا الكرتون والكوبيستا بتاعته اخر حلاوه. شايفين الروقان؟ تسلم ايدك عم سعيد. الدباسه بقى تثبت ايه؟
بنثبت الفايبر بالدباسة. بعد كده بناخد السفنج نظبط مقاسه ونقصه. خد المقاس بتاعه يا معلم، ياخد السفنج على البنك بقى والعلام ده قصاد العلام ده ويقص. بعد العلام هيقص. الصور دي بقى تطلع في النت على اليوتيوب. اليوتيوب؟ فيديو. رجع النت. فيديو. ها؟ فيديو. الناس مثلا عايزة تتعلم ازاي تنكد. اللي بتعرف تصور البت رفيعة بنتي؟ ما اشتغلتش بالبني ليه؟ انا غير. هو ده حلو برضه بس ده وقته مش حلو ايه؟ يعني. حلو برضه. نعمل باللي هو الاولاني. ايه الحلاوة دي يا عم سعيد؟ تسلم ايدك. دلوقتي يا جماعه عم سعيد شغال في الظهر اهو ما شاء الله. الظهر بقى مركب له سفنج 2 سم، حاجه كثافه عاليه وتحفه ما شاء الله. اتفرجوا على الشغل الانيق.
هنركب الرجل بتاعت الانترين طوشنا وهنركب مسامير ده نعلم بعد كده بنخرم بسم الله ما شاء الله اتفرجوا يا رجالة حاج سعيد برنس لسه الشلة يا رجالة هتتفرجوا على حتة التحفة ان شاء الله